شعور رائع جدا طبعا، واحنا متواجدين في المملكه المغربيه في طنجه العاليه الغاليه مطربنا بطوطه، واحنا شايفين الجاليه المصريه جات من كل حدب وصوب عشان استقبال النادي الاهلي. طبعا بنشكر المغاربه على حسن الاستقبال، وبنشكر كومنتو الصحفيين ورجال الامن، وشكرا للمغرب ارضا وشعبا وملكا. مبسوطه قوي فرحانه عشان انا هستقبلهم النهارده، وده واول يوم استقبلهم، وانا فرحانه قوي ومبسوطه، وانا بشكر كل اللي وانا بشكر الناس المغربيه قوي. مصر تحب المغرب وانا يعني اول يوم يعني وجايه هنا يعني وفرحانه قوي عشان هستقبلهم، وانا كنت فرحانه قوي قلت محمد صلاح هيجي في الاخر ما طلعش، عشان هو اصلا كان في المنتخب المصري مش النادي المصري. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احمد الطوخي من الجاليه المقيمه في المغرب. النهارده زي ما انتم شايفين الاجواء كلها والاستعدادات كلها ممتازه، واضح ان بداية البطولة المغرب مستعد جيد جدا 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 للتنظيم، وكما عهدنا النهاردة احنا بنستنى الدعم الشعب المغربي، لان النهاردة الاهلي ضيف عنده، وزي ما احنا عاملين في اللافتات يا اهلي انت وسط اهلك، واحنا قلناها لان احنا عايشين هنا وعارفين كرم المغاربة. نتمنى ان الجماهير في المدرجات تثبت الكلمة ديت ان شاء الله، كل الحب للوداد المغربي المشرف، هو كمان عندنا فريقين بنشجعهم الاهلي والوداد، ان شاء الله يحضروا ويعملوا المفاجاه في المباراه ان شاء الله ويصعدوا، وليه لا ما يوصلوش للنهائي ويبقى النهائي عربي ان شاء الله. كل الدعم للجمهور المغربي وننتظر منكم الدعم في المدرجات. طبعا فرحه كبيره ومش مصدقه نفسي بصراحه، وكنت بتمناها في يوم، وان شاء الله يعني المغاربه يكونوا وشهم حلو على الاهلي، وان شاء الله يبقى يعني فوزنا ان شاء الله في طنجه. طنجه كيف جاتك طنجه؟ الشعور ديالك؟ انا مولوده هنا. مولوده في مدينه طنجه؟ بلدي يعني اكثر من مصر كمان، بس هو الاهلي يعني في الدم. والله احنا فرحانين جدا الاهلي مشارك في المونديال، وان شاء الله باذن الله الاهلي والوداد يكون نهائي عربي باذن الله، والاهلي يمشي بعيد بعيد في البطوله ان شاء الله. والله احنا بنشكر جدا الشعب المغربي على حسن الاستضافه، واحنا اخوات الشعب المغربي والشعب المصري اخوات ديما، الحمد لله اخوات مع بعض، ودايما الشعب المغربي شعب مضياف وشعب كريم. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله، ويطلقه هو الوداد، واللي يربح مرحبا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.